بيغشوش ودخلوا المحافظ. المحافظ هو الكلب الكل فيها. قلت لك منو هاي؟ لك المحافظة اللي ما بقدر يتأخر عليها. إن شاء الله فكرني جميل إنه أنا حسيتك إنه كان عندك اجتماع بالمحافظة وإنه اجتماع ضلنا بعد الدوام وإنه أنت ما فضيت ولا دقيقة لتطلع من الاجتماع لتحكي معي. عم تحكي كأنك كنتي معي. ليكون كنتي معي مالي حاسس. أنا ما بستحجمي. لك طولي بالك هلا من شو زعلانة أنت؟ ولا يهمك موضوع القسطرة حليناه لأم محمود وعدوني إنه يراعوها. لا ليكون في شغلة تانية قرقتي. وهيك تكوني غيراني علي مثلا ها؟ أو خايفة إنه ألعب بديلي. لا كمان هي مو معقول تنزعجي بشانها لأنه أنت طول عمرك مطمنة وبتعرفي شو في عندك. وليش هي مو معقولة بقى؟ لأنك بتعرفي مين في عندك مو هيك على طول بتقولي لي. حبيبي هاد كان زمان. أكيد هي فسفاس. وقفتك! مو بس شكوا رح يغرقوا. إيه وإليك عين تيجي لهون؟ هذا أكيد محمود. إيه هنا شو صار لك؟ حاملة هي ليش بإيدك بدك تضربي حدا بالظاهر؟ لا كان في قطع. شو ليه؟ أي هنا وهيك سمعتي اللي فيني بكفيني؟ اللي في أبو طارق إجا من الشغل ولا لسان؟ وشو بدك بأبو طارق؟ شبكي هيك انخضيتي عاوزته بشغلي. لا القطة خضتني. إي بردوني مو يا ستي حجيب لك طاسة الرعبة ولا يهمك هنا هنا. شو عم تاكلوا بيت؟ بتحبي؟ نحن هلأ بناكل بعد شوي تغدوا انتو صحتين وانا اسمعي مني وكلي لك لقمة ما عنا غدا غيره ها؟ اي يلا خلوا لي لقمتين هلأ برجع بعد شوي باكل. هلا خدي حبيبتي هاي طاسة الرعبة اشربي منها مشان تروح الخضة تبع القطة. شو بدك من جميل؟ كنت بدي اسأله مشان عملية القسطرة. عمليتك بكرة جهزي حالك وجهزي مصرياتك. قديش بدهم؟ 50,000 ليرة. ولي 50,000 ليرة كتير أبو طارق. يا أبو طارق. أيوة نعم أنا عم تقول 50,000 ليرة قلهم بركي بيراعوني شوي. ولك عيب عليك أم محمود عيب عليك استحي على حالك لهون وبس. إيه شو عملت أنا هنا؟ مايك مدري كم مليون عم تفاصلي على كم ألف ليرة. خلاص أنا مستعدة موافقة تحط أجرة العملية. ايه سيدي تغديتوا ولا بتحبوا تجوا تتغدوا عندي؟ ليش شو طابخان؟ ايه محمود نحن تغدينا وبدنا ننام. الله معك. ايه انا لك مو عيب عليك تقلعي قلبك عليها كثير يعني؟ لك لا بس عيب. ايه هذا ما كان رايك بالاول كنت اول ما تشوفها تقلي زكري البابوشه. شو اللي غير رايك؟ لك مو غير رايي ولا شيء. المخلوقه مريضه وجاي تستنجد فينا شو فيها ونحن عم نساعدها. حبيبي عملت اللي عليك واخذت لها موعد من الدكتور اتركها بحالها بقى. عم تخار علي. لك شو صاير لهنا؟ ما لها بالعاده هيك؟ لو ما بعرفها بتحبني وبتعزني كنت قلت لحالي عم تقلعني من بيتها تقليع. لا تظلميها يمكن ضايق خلقها او زعلانه مع جوزها بتعرفني. هلا بس تروح بروح برجع لعندها وبشوف شو القصه. لك شبكي ليش متنحى؟ فوتي اجلي الجليان صبح ما عملتي ولا شغلة. يلا نلعي. اهلين وسهلين. فاضي تعطيني درس اليوم؟ ايه ولو تفضلي. شكرا. اهلين. تعي يا عمو. شكرا. تعي. اهلين شكرا. تعي ادي هون يلا. هون ايه هون تعي. هاتي لشوف ادي يا عمو ادي. قربي ليش مستحية قربي تعي هاتي لقلي. هاتي لشوف. انو من نون؟ عمو هذا الدرس. ايه. هذا هو. أيوة. العلاقات العددية في المثلث القائم. ايوه. شوفي. إذا رسمتي بمستوى الورقة مستقيم قاف ورسمتي من نقطة ب أربي عمو أربي لا تستعي أربي نقطة ب في هذا المستوى عمودي أربي إذا عمود يقطع قاف فيه هو مرتسم النقطة ب. شو ها؟ أهلين هنو صح النوم. مرحبا طام شو عم تعملوا؟ ما في شيء في درس عم يشرح لي إياه بتصير أربي شوي هي بتصير. خدي حبيبتي كتبك بدفاترك قولي له لأهلك يدوروا لك على أستاذ رسمي. صحيح جميل مهندس بس نسيان الهندسة. لا بالعكس عمو جميل شاطر كتير. شاطر؟ بس معلوماته حبيبتي كتير قديمة ما بيفهم بالرياضيات الحديثة. يلا حبيبتي سلمي على أهلك سلمي على أمك. يلا حبيبتي يلا سلمي على أمك. يلا هنو
شبك اه؟ شو صاير لك؟ صاير عم تطلعي الناس من بيتنا؟ شبك؟ أنا حرة ببيتي جميل، حرة، حرة أنا. إيه حرة ما اختلفنا يا هنو، بس ليش قطعتي الدرس على البنت يا هنو؟ من يومه راح ما عاد في دروس. طيب ليه؟ يدوروا على أستاذ تاني، أنت مهندس. أنا كنت أقوله هالحكي، أنا ما كنت أعطيها دروس، أنت اللي تقولي لي، شو عندي إذا أنت ذاك بنتك مدام وفلت على أهلك ما زال نسيتي حالك؟ عم تقلدني؟ تراجعت عيني، إيه تراجعت، ما لقيتها حلوة بحقك، مدير ومهندس تعطي دروس خصوصية ما حبيتها. هلا أنت خايفة على سمعتي ولا؟ غيراني؟ ايه غيراني، وليش لحتى ما غار؟ هو شوفي من حقك تغاري على جوزك، بس من سهام. ليس مع سهام. لك هي طفلة لسا يا دوب عمرها 16 سنة. ليش نسيت حضرة جنابك شو كنت تقلي قبل عليها؟ شو قلت؟ شو قلت؟ قلت لي هي ما عادت صغيرة وهذا السن كتير خطير. أنا قلت الحكي. ايه أنت قلت الحكي. يا إذا أنا قايل الحكي معناتها بلاها الدروس الخصوصية، بس ما دخلني إذا تزعلتي أنت وأم تحسين. تزعل تنفلق ما فارقه معي. هلا لفي لي هالسيره، بدنا نتغدى قصدي بدنا نتعشى ولا لا؟ بجعات بطني عم يكاكو. ليش ما تغديت بيت مع اولادها؟ لا شكو شكو رواسي شكو. بايخه انت متاكده انه هناء هي اللي قلعت سهام من البيت؟ طبعا متاكده. ما تكون سهام هي اللي؟ لا يا ام محمود لا، سهام بنتي بعمرها ما كذبت علي، بعدين ما لها مصلحة تكذب وتفتري عليها، وسهام كانت على طول كل ما تيجي من عندهم من الدرس تمدح بهناء وكرمها وضيافتها، لو ما قلعتها اليوم بالذات ما كانت اجت قالت لي. سهام ما بتكذب. لك خلاص صدقتي هناء مدري شو صاير لليوم، مو على بعضها، عم تقلع كل الضيوف. ليش قلعت حدا كمان؟ سمعت انه اجاها ضيف وقلعته. على كل لا تهكلي هم انتي، هلا هي متضايقه من شي شغله، بكره بتهدى وبترجع مثل ما كانت واحسن. ومن جهه دروس بنتك لا تخافي، انا بحكي معها وبيمشي الحال، بس انت فردي ايدك شوي. رجعنا للسمسره؟ مو الي. لك لمي؟ لهنا. عرضت عليها ال100 ليره يلي كنتي انت تاخديها على الدرس، ما رضيت، قالت ناموس وفلوس ما بيصير. ناموس؟ ومين قال لك انه فرد الايد ما بيصير الا بالمصاري؟ شو قصدك؟ واضحة لك دبة، ما بدي حدا يفسرها حبيبتي. يوم حملي بنتك قالب جاتيو، يوم بانيس بانيان، تشك تشك تشك، يوم مجمع شوكولاتة، اشتغلي لطقم نزالات من اللي بتشتغليهم للبيع وابعتي لها ياهم، طعم التم تستحي العين، وانت زين العارفات. ايه انا مستعدة، بس بخاف تخجلني. ما بتخجلك، ما بتخجلك، بتضلي دبة انت، جربي وشوفي. وعلى كل إذا خجلتك أنت جيبي الهدايا لعندي، أنا بوصل لياهم. لا أنت ارتاحي، أنا بوصل لياهم بإيدي، بس أنت هلأ قومي وفهمي لي منها شو القصة وإحكي معها ولطفي الجو. بكرة بشوفها. وليش مو هلأ؟ هلأ عند ضيفة. وأنت شو عرفك؟ سمعتها لما فاتت أي دخلت. يلا مو مهم، لأنه أنا لما فتحت العلبة كان مصنبع فيها ومعوجة هيك على جنة. رجعت أنا سمعت الأخبار، طلع شي ما بيصير، سكرته طفيته وحليت تمي هيك شي يعني، لأنه نايمين كانوا أخدين قيلوا لهن. هلا هنا أنا زعلانة منك، هاي صلي جاي لعندك مرتين ولا هلأ ما زرتيني؟ خلاص وحياتك بقرة فرصة بيجي لعندك. طيب هنو شو رأيك نزورها بكرة؟ اسمنا بكرة ما عنا شي. أهلا وسهلا، وإحنا كمان ما عنا شي. لا بكرة أنا ما بقدر، خلاص إن شاء الله بقرة فرصة. لا هنو لا تقف فيها لبعيد، خلينا نروح بكرة بعدين بتزعل هي، بنروح بكرة. ايه خلص هنا بكرة بانتظاركم ان شاء الله، رح تلفلك قبل ما نيجي. حلوين اوعيكي، منين شاريتيو؟ جاب لي اياهم جوزي معه من باريس. حلوين، يا ريت يكون في مثلهم هون. في مثلهم هون؟ انت شو دخلك ان كان في منهم هون ولا ما في منهم؟ عم بتطمم مشان اشتري لك مثلهم، بيطلعوا عليكي حلوين، اكيد بيطلعوا حلوين هنو. لا شكرا، انا مو لازمني اواعي، عندي اواعي كثير. لا ما قصدت، بس ما شاء الله رفيقتك يعني هي حلوه واواعيها حلوين. والقالب غالب يعني، هي حلوه والطقم حلو، صارت قطر. يا بخاف لا بايدي قوم تدبق. جرب. بخاف جرب قوم تلزق ايدي ما تعود تنقبع. حلوه تنقبع. ايه بسيطة بقطع لك اياها. لا هنا حرام عليكي. عم امزح. على كل ميرسي كتير استاذ جميل على هالمجاملة، كلك ذوق.
ماما قوم شوف ابنك شو بده. عم ينادي لك اليك. ماني قايمه، قوم انت شوف شو بده. حاضر عن اذنك. ولك هنا تعال قل لي. نعم. متغير كتير جوزك عن اول، كانه مو هو. شو قصدك؟ ما فهمت عليكي. يعني باول زياره اجيت فيها لعندكم كان ما يقدر يتطلع بعيوني. اه بالاول كان مستحي، بس زياره ورا زياره ان شاء الله. هنا قومي شوفي شو بده. شو بده؟ ما بعرف، قال بده اياكي شخصيا. قومي شوفي. ماني قايمه. ماما خلص قومي شوفي بقى. قلت لك ماني قايمه. قومي قومي هنا، لا تستحي، انا مالي غريبه. مظبوط، إذا كلاني همها للست سناء تمل لا تخافي، أنا بسليها لبين ما ترجعي. ماني قايمة، وخليه عيط ليشبع. على كل أنصار لازم أمشي، تسمحوا لي. وين رايحة؟ شو ما بده يجي جوزك ياخدك؟ سيارتنا عطلانة بس مو مشكلة، باخد تاكسي. لا شو هالحكي؟ شو تاخدي تاكسي؟ عيب، بوصلك مو بس بالسيارة، بعيوني أنا كمان. لا يا جميل، ما قلت لك تبدل البطارية، هي لزمتنا السيارة والسيارة ما عم تدور. بطارية؟ ايه؟ ايه ماشي، هي يعني بدفشة صغيرة بتدور مو مشكلة. معقولة سناء باللبس الأنيق الباريسي اللي جاب لها اياه جوزة بدك اياها تنزل تدفش معك السيارة جميل؟ ما في داعي استاذ جميل، باخد تاكسي. ماما بده اياكي. سمعاني. بس انا كنت حابب اخدم. معلش استاذ جميل، غير مرة. اهلا وسهلا، شرفتك. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا، مع السلامة. اهلا وسهلا، الله معك، مع السلامة. اهلين وسهلين، الله معك. مع السلامة. سلمي كثير. مع السلامة. الله معك، سلامة. انت شلون بتغازلها هيك قدامي؟ فيك تفهمني؟ لك يا انه انا ما بغازلها، انا عم شاملها مشان لطف الجو، يعني مشان ما اقعد مثل اللبخة. ما انت طول عمرك كنت تقولي لي ليش ما بتعرف تجامل؟ هي عم جامل. بس زودتها، زودتها كثير جميل. لا زودتها ولا شيء، بالعكس رفيقتك مدير ومبسطة كثير لانه بتحب اللي بيجاملها. انت حلوة وثيابك حلوة، صرتي مثل القطر، إذا مديت إيدي عليكي بده. بعدين فيك تقلي أنت شلون بتقلها خليني وصلي؟ بركي حدا شافك أنت وياها بالسيارة لحالكم، شو بيحكوا عليكم وعلي؟ أنا حيرتيني ها، لا أعرف أتعامل معك ولا مع رفقاتك، نسيتي هذيك المرة لما زارتنا سناء نفسها وقت جوزها تأخر مشان يوصلها شو قلتي لي؟ ما قلتي لي جميل؟ معني شي وصلها، معني شي كلماني، نسيتي وأنا ساعتها مرضيت. قلت لحالي هالمرة يا ولد معلش بيض وش مرتك قدام رفقاتها وقوم تعذب وكل هم وانتع حالك ونزل وصلها. بتقومي بتجاوبيني هيك تاني مرة؟ لا بدي اياك تبيض وشي ولا تسوده ولا ما تسودي رفقاتي ولا تجيبهم ولا تحكي معهم. ماما ارجع عيتك انت التاني. يلا منيح فديت بالصغير. يلا تفضلي. لسه في وقت. شو في وقت؟ الموظفين عم يفوتوا ليكو. اي فوتوا، انا ما بدي فوت، بدي اقعد معك خمس دقائق تاني ولا عندك مانع؟ لا بالعكس، المكسب معي يا ميت. اهلا وسهلا، نقعد شو عليه. لك منو هي اللي فايتة على المديرية لعنكون؟ وانت شو دخلك فيها؟ لك ما في شيء عم نسأل، كمان السؤال حرام. اي لا تسأل اسئلة بلا طعمين. هنا صباح الخير. اهلين مها، صباح النور. صباح الخير استاذ جميل. معلش ما حالك واخذيني، جميل ما بيقدر يرد عليك لانه حنجرته عم توجع والدكتور قال لا يحكي بالمره. سلامتك استاذ جميل. الله يسلمك. شو ما بدك تنزلي؟ لا فوت انت هلا، انا بلحقك. طيب بلحق. شو هي الدكتور ما يعني احكي وحنجرت؟ منين طلعتي لي فيها هي؟ ماشي هي ما حكيت معه ولا كلمه، منيح هيك؟ انا يعني قلت لك لا تاخذ وتعطي مع رفقاتي، بس كلمه صباح الخير ما فيها شيء. مسموحه؟ ايه مسموحه، صباح الخير وبس. صباح النور مسموحة؟ لا مو مسموحة، بيقولوا لك صباح الخير قول لهم صباح الخير. وإذا قالوا لي مساء الخير؟ بتقول لهم مساء الخير. إيه هلا فهمتها، صباح الخير مساء الخير مسموحة، صباح الورد صباح الياسمين صباح الفل ممنوعة. برافو عليك. صارت 8 إلا 5، ما بدك تنزلي؟ إيه معك حق، يلا بخاطرك. استنى بتروح على المديرية دغري، مشوار هيك أو هيك ما بدي. ليش أنت تاركتيني روح هيك ولا هيك؟ إيه ماشي، لما توصل على شغلك عمل لي تليفون. طبعاً راح أحكي معك. مشان شو بدك تحكي معي؟ أول شيء مشان تتأكدي إني وصلت على المديرية دغري
وتاني شيء مشان ذكرك تذكريني اخذ ام محمود على المستشفى مشان القسطره. انت بدك تاخذ ام محمود على المستشفى؟ لك مين بده ياخذها؟ ايه لا حبيبي انت ارتاح، انا باخذ اجازه ساعتين وباخذها انا. انه نعم. هلا انت خايفه علي من ام محمود ولا من فزفز؟ دخيله. شرب دولاب من فوتو على المكتب خليه يدق لي، فهمتي؟ وين راح؟ هنا حاجة تتصلي فيه، هي قدام سكرتيرة هلا بيرجع بيتصل فيك بيقول لك ليش تأخر. اشربي شاي وروقي. ما بدي كورات شاي فستادي، شو دخلك انت بعدين؟ فستادي. مرحبا انسة وحدة. اهلين، شو بك ملحوش؟ ما في شيء، بنشر معي دالو بالسيارة، مين اتصل فيه؟ اتصلت مرتك ثلاث مرات وأول ما تيجي قالت اتصل فيها فورا. أولي خلي البوفيه يعملوا لي قهوة. لا 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 الو، يعطيك العافية، ممكن مدام هناء إذا سمحتي؟ لفة بقى. الو، أهلين هنو، كيفي؟ لا اتصلت فيكي مشان ذكرك بموعد القسطرة تبع محمود. شوفي عيوني، إذا ما أعطوك إجازة أو ما قدرتي تطلعي، أنا بمر وباخدها. وين كنت لهلا؟ ما صار حضرتك إلا وفاولتي على السيارة مبارح، بنشر الدولاب معي وتأخرت لبدلته. يلا. شو يعني مالك مصدقتيني؟ وعيك يروح فكرك هيك ولا هيك اني رحت لي شي مشوار قبل ما اجي على الدوام؟ ها الله يسامحك، انت بتعرفي شو في عندك، مأمنتيني مأمنتيلي انت. خليك جدي وقولي وين رحت. ومين قال لك اني عم بمزح؟ فعلا بنشر معي الدولاب وبدلته وصلحته. عظيم، لكن خلي الدولاب بنشر اوعه تلحمه. حبيبي وبلكي بنشرت مره تانية فجاه. ايه لا ما راح تبنشر على كفالتي انا. شو اللي بيضمن لي هي اليوم بنشرت؟ إذا بنشرت مرة تانية بتترك سيارتك وتأخذ تاكسي وترجع البيت أوام. ولا شو المخاطرة؟ هلا ببعث من عندي شيء مستخدم بالحمل الدولاب وبصير معي سبير للطوارئ. سبير يعني احتياط، لا مو إجباري. قلت لك خلي الدولاب مبنشر لا تلحمه. بدك تشوفيه مشان تتأكدي من حكي باية. إيه بدي شوفه، عندك مانع؟ واثقة بس بدي شوفه، إذا أنت واثق خليه لشوفه. إيه تكرم عيني، إذا بدك تعي هلا شوفيه. بشوفه بس تيجي تاخذني لناخذ ام محمود على المستشفى مشان القسطره. مثل ما بدك، تأمري امر. مع السلامه. يا لطيف على تفكير النسوان، يعني هلا لو كنت انا عم بكذب مثلا كان صعب علي كثير انزل ابعج الدالوب هلا. اه ليه ان شاء الله معافيه. ميرسي. لا تنوهمي ولا تتعبي حالك ابدا. يخرب بيت وحظي. ليش هيك عم تحكي ام محمود؟ بالعكس انت لازم تنبسطي وتحمدي ربك انه طلعت نتيجه القسطره لصالحك. لصالحي يدفع 300 الف ليره عمليات. يعني لو طلعت النتيجه انه ما بينعمل لك عمليه بالمره كان احسن، كان كل يوم والثاني رح تجيكي جلطه ما بتعرفي باي جلطه رح تقحطي، هيك احسن. مضبوط هلا عم تحكي صح، كمان 300 الف ليره مو قلال. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما بحكي معك. سكتنا. ان شاء الله هي اخر مره بتدخلي فيها مستشفى خالي. انت ان شاء الله بعتقد انه في لنا رجعه مشان العمليه. انت ما عم تحكي معك، انت لسه ام محمود ما قررت على كلين. شكرا كثير لك، تشرفوا. تفضلوا. شو صار له؟ وانا شو بيعرفني؟ شو هالمسخره هي؟ رحت على الفلاسي انا. طولي بالك يا ام محمود، طولي بالك. هاتي. شو هذا؟ المفتاح، هاتي المفتاح، شو هذا؟ الحمد لله صرت اقدر انا اقوم فوز بحالي. تفضلوا فوتوا لشوف. جميل انت روح على شغلك، انا فوت مع محمود وشوف شو بدك. لا لا تروح على شغلك، عاوزتك شغله ضروريه فوت. شو بدك منه؟ جوا بنحكي. خلاص فوتوا تفضلوا. تفضلي فوتوا بالاكبر. اكبر واحد انا هلا صار. طبعا لكان اصغر. فوت تفضلي محمود. فوتي انت اكبر. انا اصغر وحده. عم تجلي؟ لا تكتري معجون. اضربي ما اسالك. اضربي.
خير ام محمود، شو بدك من جوزي؟ استني لا لو تنفسي شويه. شبيك؟ اول شيء كتر خيركم انكم انتم حستوا فيني واعتنيتوا فيني، تعبتكم انا معي انا مو. ثاني شيء زعلانه منكم. لا يا ام محمود ليش زعلانه؟ اسكت بدي. شبيك مالها من رفقاتك؟ ايه خير ام محمود، ليش زعلانه؟ شو عملنا لك؟ شوفي هنا، أنا من جهتي مالي زعلانة إنك قلعتيني من بيتك تقليع، لأنك يمكن كنتي متضايقة من شي شغلة فأنتي تفششتي فيني. يعني أنا قدرت كون أنا ملطشتك، بس الأطفال ما بيقدروا إنك تقلعيهم، بيزعلوا بينهروا. أطفال؟ أنا أطفال؟ أنا قلعت أطفال من بيتي؟ إيه سهام السرنوي بنتها لأم تحسين الدبي، طلعت من عندكم باكية وشاكية يا كبك يا كبة يا دعسة. وحكت لأمه وأمه حكت لي. أنا بالأول ما صدقت، قلت مستحيل أنا طلع طفلة بريئة من بيتها. بس لما حلفت لي أمه الدبة طرت ستي، خلاص بقى صدقت. لكن ما صدقت اشتقتي لي أوان. بس قرسي قدام الضيوف. هاي اللي بدك تجوزيني إياها؟ أم محمود لا تفهميني غلط، يعني أنا مستحيل أقلع حدا من بيتي، وأنتي بتعرفيني. كل ما بالموضوع إنه جميل مشغول هاليومين وما عم يفضى يعطيها لسهام دروس، قمت قلت لها قولي لأهلي خليهم يدوروا لك على أستاذ تاني. هي هي كل القصة، وإذا مانك مصدقتني خليها تجي هي وأمها لعندي على البيت وتعي أنتي معهم وبتشوفي إنه أنا لا بقلعهم ولا بقلعك. إيه أم محمود أهلا وسهلا فيكي وفيهم، إمتى ما إجيتوا؟ يا ميت أهلا وسهلا. جميل تأخرت على شغلك. الحقان شو عليه إذا تأخر على الشغل شي خمس دقايق؟ ما حدا بيحاسبه، شنو هو المدير مو مدير انت بالقطاع العام بطاري؟ انت طول عمرك بتحب تساعد الناس وخاصة الفقراء والمساكين والمعترين، وبيت ابو تحسين ناس على قدهم حرام طي ما بيقدروا يدفعوا اجرة اساتذه. الله يخليك، حاول تفضي لك حالك شي ساعد زمان، يعني كل يومين ثلاثة وبتشوف لها دروس بطريقك. اخطي هي سهام طفلة، لأنه تكسب فيها سهام تكسب فيها سواب. أنا من جهتي ما عندي مانع. ما عنده مانع لو كان فاضي، بس جميل ما نو فاضي، عنده شغل إضافي بعد الظهر. تصوري ما عم يفضل يدرس أولاده وتضرب الوظيفة وساعتها. روح جميل على شغلك، روح حبيبي يلا. على عيني. بدك شيء؟ مع السلامة جميل، الله معك. أهلين أم محمود، سلامتي. الله يسلمك. بيطول يعني استناه بيرجع. أنسة وردة تسمحيلي بكلمة؟ يعني أنا عامل معك شي؟ لا. لك ليش هيك صاير عم تحاكيني؟ شلون بتريد أحكي معك؟ يعني وين ابتسامتك الحلوة؟ استقبالك الظريف؟ بشاشة وشك؟ ظرافة حكياتي؟ أنا طول عمري هيك. أنسة وردة عندي دور حلو كتير بالمسلسل، شو رأيك تمثلي؟ خليلي الفنانة الموهوبة أمل. أهلا سيد وسيم. أهلين أستاذ جميل. شو وصل لك زمان مبلط هون؟ نص ساعة. نمشي يلا. لحظة قبل ما تفوت، يا ريت إلا الأنسة وردة تتصل بالأنسة أمل وتجيبها لهون. خير شو بدك منها؟ أخذت لها موعد مع المخرج، خليه يعمل لها تيست. ماشي. طلبي لي الأنسة أمل تجي لعندي، شرف باشا. هاي الحركات بطل لي إياها، تفضل. هاي سكرتيرتك من وقت ما عرفتني متجوز لا عاد هشت ولا عاد نشت. هلا قيمني من سيرة سكرتيرتي، في كم فصل عن مرتي رح أحكي لك إياه، خرج تضيفهم للمسلسل. أخي المسلسل ما بقى يتحمل ولا كلمة. لك أخي أنت اسمعهم بعدين قرر. تفضل أتحفنا. افتح لي مخك وانتبه منيح. ان شاء الله الحمد لله على سلامتك يا ام محمود. شايفه يا ام تحسين، شايفه ما بخلص من مصيبه الا بتلحقني الثانيه. خير ام تحسين بالزور، انا دبرت 50,000 ليرة لعمليه القسطره. لك ام تحسين سلك هالقد براسه كاميرا دحشه قبض 50,000 ليرة. محتاره هلا انا منين بدي دبر 300,000 ليرة للعمليه. يا ستي مثل ما دبرتي ال 50,000 بتدبري 300؟ ردي احكي مع ابنك اللي بخوفك كان. الله يعينك يا ابني اللي بخورفك كان، الله يعينك ويحمل معك. شو بده يتحمل ابني اللي بخورفك كان ليتحمل؟ قاعد لي فوق الفرن ما بكفي، قاعد فوق الفرن شو بده يتحمل؟ اضرب عليه
بكره بيقول لي بعتي لي انت المصاري دفعه واحده رح ترجعي تاخذي لي اياهم بالتقسيط. يا ستي بعين الله. بعدي اسمه وكرمه مالي غيره انا. ام محمود ما قلتي لي حكيتي لي مع هناء مشان دروس سهام؟ حكيت مع هناء وجميل. وطمنيني ان شاء الله مشي الحال؟ لا ما مشي الحال، قال هلا صار عنده شغل اضافي جميل ما عم يفضى. يا ستي بعين الله. طبعا بعين الله. بعد عني مالك شايفني عم لك قسطرة. هاي السيرة من طقطق للسلام عليكم. شو رأيك باللي سمعته؟ هلا صارت تتغير من سهام؟ هنيالك يا عمي، ما هذا اللي بدك اياه؟ هنيالي وبس، يا انا مروق احلى رواق انا. ايه الله لا يندمك على هالحكي. وليش لحتى اندم؟ سيدي قبل ما انسى، اليوم عازمك على العشاء. وشو المناسبة؟ رجع رفيقنا سمير من السفر وعازمه. لا، إذا هيك العزيمة على حسابي، أنا ما عزمته وقت سافر. أنا ما عندي مانع، المهم نلتقي. وين راح يكون العشاء؟ متل كل مرة. اتصل فيك بالتليفون ولا ما بتنسى؟ لا أكيد إن شاء الله ما بنسى. استنى لأقول لك أحسن كمان اكتب لا تنسى موعد سمير هذا المساء. اتكلنا على الله معلم. خير شو مقاتلة جديدة؟ رح يجنني هالمدير. أنا مدير؟ مديرنا. ليش شبه؟ شو شبه؟ وعدني يحكي مع سالم وظاهر إنه نسي. لا ما نسيت. شو نسيت؟ أنا حكيتها وفهمتها شو تساوي. بس أستاذ مبارحة رجعت تتدخل بأموري. حطها من إيدها. لا تدعو شي منه. فهمت؟ طبعاً تتدخل بأمورك، هي زوجتها. ولا بدك تعيش لحالك؟ يعني لو بدك تعيش لحالك ما كان لازم تتجوز. أستاذ أنا ما عندي مشكلة تدخل بأموري، بس عم تعمل من الحبة قبة. لا عم تعمل من الحبة لا قبة ولا كبة. بس أنت طول لي بالك شوي ونزل مكسورتك وعود مثل عالم الناس وروق شوي وطول بالك عليها. أستاذ يا ريت بس تجي لعندك توصيها فيه من هدول تبعاتك الإخفاف. هنا يا هنا. هنا شو جابك هلا؟ إذا بدك ما بيجي برجع خاطري. تعال هون. ليش جاي على بكي؟ حيرتيني هنا. مو أحسن ما أجي متأخر تقومي تفكري لا سمح الله إني رحت هون ولا هون أو عملت لي شي تفتيلة. الزايد أخو الناقص، قلي لشوف وين كنت. وين بدي أكون يعني؟ بالشغل. وقت اللي بتكون بالشغل ما بتطلع قبل التنتين وربع، معناتها ما كنت بالشغل. وين كنت ومع مين؟ طلعت جولي على المخازن ما لقيت حدا، لكنه كل الموظفين فاركينا، ما في الدومري. انت عملت لي تفتيله بالمخازن وجيت على البيت. لا حلوه حلوه كثير وصدقتك. ها شوف كيف مصدقتها. وليش لحتى ما تصدقيني؟ وين صار المخازن تبعكم؟ بعد دوما قبل القصير بشوي، يعني بدها شوي لتصير بالقصير. وليه عم تسالي على المخازن؟ لا ما في شيء، روح درس الاولاد لبين ما احضر لك الاكل. هات عنك شنطتك. لا اتركيها، انا بفوتها لجوا. لا انا بفوتها لجوا. لا خلص ليش لح جاكيتي بحطها بقوط النوم بشلح جاكيتي. مو مطولة لتوصل لمستشفى المجانين. ايش هو هالصمام اللي راح ينفجر هاد بجنة؟ لا 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 حضن على الحضن. جميل؟ ايه هنا. مين هو هي سهير؟ سهير مين سهير؟ انا عم بسألك مين هو هي سهير؟ سهير سهير من هو هي سهير يا سهير؟ زهير عمي. لا هذا عمي زهير. سهير ايه في خالتك اسمها سهير وفي بنت عمتي سهير. غير هالسهيرتين ما بعرف ولا سهير بحياتي. إيمك من خالتي؟ خالتي متوفاية، ما بقي غير سهير بنت عمتك. شو في بينك وبينها؟ ما في شي بيني وبينها. لا في. أنت أدرى. تعال هون جميل، وين رايك؟ لا بدي أكمل له تسميع الدرس لسليم، بكره بيصوت بالمحفوظات، مو حافظ النشيد بدي، وين حطيت إيمك؟ تركني هلا أنت بشو أنا بشو مين اللي بشوف بيني وشو في بينك وبين سهير؟ لك شلون بدي أكون في بيني وبينها شي؟ إياه إنه إذا هي صار لها 30 سنة بلوس أجلوس وأنا صار لي 30 سنة عم لوس بالشام. معناتها في سهير تانية، قلي شوف شو في بينك وبينها ومين هي؟ ما بعرف. شو ما بتعرف؟ لا بتعرف.
انت ادرى لك لكن مين هي سهير اللي عاطيه موعد المساء؟ فيك تفهمني؟ اذا متاكده انه هي سهير معناتها لازم تراجعي دكتور العيون مشان تعرفي تميزي بين سهير وبين سمير. مكتوب سمير اقريها منيح. لا هي سهير وانا متاكده. تاكد بنفسك. انا متاكد انه سمير اقريها منيح. بجوز سمير، بس انت كيف بدك تكتب سهير؟ قام طلعت معك سمير. مين هي سهير؟ شو في بينك وبين اللي لشوف؟ هلا لسه بتقلي سهير؟ سمير هي، افتحي الباب. ما راح افتح لك. قلي لشوف شو بينك وبين هلا. بيني وبينها في كل شيء منيح هيك. حبيبتي مهموه، ما خبرتيني شو اخبار رفيقتك هنا؟ مليحه. لساتها حلوه مثل قبل ولا تباشعت شيء؟ صارت احلى. عظيم، احكي لي كمان. معناها انا كثير مشتهي اشوفها. شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، الله يكون بعونها. خير لشوفي؟ الغيره رح تقتلها. لك صارت تشك بكل شيء، كل دقيقه والثانيه بتتصل لعن جوزها على المكتب لتتاكد انه موجود. وصلت مع الامور انه تشتري له طقم من البالي مشرشح مشان يتفصلوا منه النسوان بالمديريه. للبالي؟ والله انا خايف عليها كثير. معناها انا بكره رح اروح عندها من كل بدع المديريه. قعد لي عندها شي 3 4 ساعات وعقلها. انت استريح، خليك هون. وين رايح؟ ما قلت لك اني عازم وسيم وسمير على العشاء؟ ايه ما في روحه. لك شلون ما في روحه؟ عم اقول لك انا العازم. ايه اتصل فيهم واعتذر، قول انك مرضت فجاه، قول انه اجاك مغص قوي. ما في روحه يعني ما في روحه. لك شو عم تحكي؟ هلا اذا ما عزمته اليوم راح اعزمهم بكره. بقى فرطيه، ما بتعرفي من هون لبكره شو بيصير. ايه الغي عزيمتي اليوم واعزمهم بكره على العشاء لهون على البيت. ما حلوه ما حلوه ما حلوه ما حلوه. من وين ما حلوه؟ جميل تعال هون قلي لشوف منو هي الحلوه. لك قصدي ما حلوة إلغي العزيمة. وليش بقى ما حلوة؟ ولا ما بدك كان يروح معكم؟ لك لا، بس رفينا سمير عزابي نياله، يعني ما بحب القعدة بالبيت، بحب سهرات المطاعم، بياخد راحته أكثر. أي ضروري تعزمه بلا هالعزيمة؟ لك طبعاً ضروري عزمه. يوم اللي سافر ما عزمناه، هلأ كمان ما نعزمه، ما حلوة بيزعل. أي زعلين في ليش نايتنا منه؟ بلا. لك شلون بلا؟ ما هذا صديق الطفولة. أي الطفولة حبيب انتهت من زمان. لا الطفولة خلصت كسن كعمر، بس ذكرياتها بتضل. أنا ما بقدر أنساه لسمير. كنا مسمينه سمير ملطشي، كان يقعد اول مقعد وعلى طول ننزل فيه طيارات. نلطش نحن وياه على باب الثانوي. بس اللي خايلني انه كان دب بالمدرسه. شلون هو جمع مصاري وبقينا نحن اخر العالم لهلا ما عم بفهم. ما بعرف شو اشتغل بالخليج وشلون لملم عمله. لملم عمله ولا ما لملم ينفلي؟ ما في روحه يعني ما في روحه. انا الجماعه بيكونوا عم يستنوني. وانا شو اللي بيضمن لي انه انت رايح تسهر مع سمير ومو مع سهير؟ رجعنا لقصه سهير؟ ايه رجعنا. لا يا انه شو مالك ثقه فيي؟ الي بس مو كثير. بس طول عمرك كانت ثقتك فيي عمياء، كنتي حاطة اجريكي بمي باردة ومطمنة، شو اللي فوّشهم هلا؟ تعبوا هوا وفاشوا. ارجعي نفسيون. جميل، أنا ما عم بمزح، ما في روحة هي ما في روحة. لك يا هنا على طول كنتي تتمنيني اطلع برات البيت، على الأساس إذا طلعت أنا ورفقاتي بتطلعي بتشمي الهواء أنت ورفقاتك. هلا إجت على أجريها، هي طالعة أنا ورفقاتي، اتصلي لك بشرفيقة وطبقوا لكم زيارة، بيكون أحسن. انسالي شو كان وشو كنت، نحن أولاد اليوم. مثل ما بدك. انت مرقي لي اليوم وخلينا من بكره ولاد بكره منيحه. بعدين انت شلون بتعزم رفقاتك من غير ما تخبرني؟ ليش ولاد بكره صار بدهم اذن قبل ما يعزموا حدا؟ لا جميل لا تفهمني غلط، انا ما قصدت انه تاخذ اذن مني، بس كل اللي قصدته انه انت لازم تقلي على الشغلات بدك تساويها قبل ما تساويها. بركي كان حدا عازمنا او نحن عازمين حدا عشان ما تتضارب اوقاتنا مع بعض وعلاقاتنا الاجتماعيه، ولا شو رايك جميل؟ اي لا اي خلص، بس نصير ولاد بكره بنصير مننسق ومنخلي علاقاتنا واوقاتنا ما يتضاربوا. خليني امشي هلا. بدك تطول؟ لا بالكثير ساعتين. وليش ساعتين؟ انت بالعاده بتتعشى بربع ساعه. يا سيدي خليها برا نص ساعه ومن عندي نص ساعه. سلامات وطريقه يصاروا ساعه. هلا الساعه 9 10 بالضبط بتكون عندي. شو قلت؟ ماشي بقدر امشي انا هلا. ايه بتقدر حبيبي. شكرا لك. اهلين. شكرا. مع السلامه جميل. لا طول. لا ولا يهمني. 9 لازم يرجع 10 لك. معقولة يكون رايح يشوف سهير؟ لا مو معقولة. مو معقولة شو الحكي ولو؟ عشرة بالضبط. ليش ما فتح الباب؟ معقولة يكون نسيان المفاتيح بالبيت؟ ايه معقولة. ممكن نشرب عندك فنجان قهوة؟ ايه اهلا وسهلا تفضلوا. سهام حطي الصينية بالمطبخ. وليش وا الصينية؟ هدول شوية اشتريات وزراف اجوني هدية، قلت لحالي اعمل صينية كنافة الكم وصينية النا. ايه كتر خيرك، ما كان في داعي تعذبي حالك.
أنا عذاب ما في عذاب منه. أنا من زمان كنت بدي أعملكم صينية كنافة بس ما بعرف كيف الظروف ما سأبت. بس لما قالت لي أم محمود إنه جميل بيحب الحلو قلت من يوم ورايح بدي خليه يشبه حلو. إيه أم محمود غلطاني، جميل ما بيحب الحلو، ما بيطيقه. شو بيحب لكان؟ قولي لي شو بيحب وأنا مستعدة أساوي له اللي بيحبه. ما في داعي تعذبي حالك أم تحسين. ولو يا هنا نحن جيران والجيران لبعضها، بعدين أفضلكم سابقة. أم تحسين بلا لف ودوران، إذا كنتي جايبة الصينية مشان جوزي جميل يرجع يدرس بنتك سيافة بإمكانك تاخديها، جميل مو فاضي. كتر خيرك، قلنا الله، امشي بنتي امشي. والصينية أم تحسين؟ خليها للأولاد. اطلعي انت لعند اخواتك امجد واغيد احسن ما يزولوا شيء ازوي. انا فايت لعند ام محمود عاوزته شوي. خليني فوت معك هلا بعدين. شفتي هذا حساب اللي حاسبته الان. اطلعي بعت لك حما انت واولادك وبنتك سهام. وينو لهلا؟ قلت له ساعه، صار له ساعه وخمس دقائق وعشر ثواني. قلت لك ساعة. وين بدك تكون راح هلا؟ وين بدك تكون جميل؟ ماشي يا جميل أنا بفرجيك. إيه يا جماعة أنا بتسمحوا لي ما بقى فيني أقعد معكم أكثر من هيك، خلصت إجازتي. شو يا؟ لساك لهلا عم تاخذ إجازاتك من وزارة الداخلية بالقطارة؟ لك أخي شو بدنا نعمل؟ يا لطيف شو بتخاف من مرتك؟ لك خليك رجال مثل جميل. طول عمره هو يروح ويجي معنا. لحد هلا مرته ما قالت له لا وين كنت ولا مع مين كنت ولا ليش تأخرت. إيه يا هيك الرجال يا بلا. إلاوي تشد إيدك، زمان أول تحول. العنزة سارحة غير مبارحة. لا، شو هالحكي؟ شو جمله؟ هالحكي مزبوط ولا دس عدوين؟ لا طبعاً دس عدوين. بتعرف أنا طول عمري رجال وأنا ومرتي متفاهمين، لا بتسألني ليش لهلأ ولا إمتى، لا بتعرف آخر تفاهم. إيه أنا هذا اللي بعرفه. إيه لكان خليك على هاللي بتعرفه أحسن هاللي بتتعرف عليه. إيه قوم قبل ما تخلص إجازتك وتلاقي باب السكن مسكر تقوم تنام بكولبة الحارس. يلا السلام عليكم. وقف خذ هديتك بسرعة. خلصني بس أخي نشيني بسرعة. تفضل السلام عليكم. واقف ما بدك تفتحها وتشوف شو فيها بالأول. لك أخي طالما منك فأكيد محرزي بفتحها بالبيت. السلام عليكم. يا لطيف خايف يضيع له دقيقة فتح الهدية حتى ما يتأخر عن المساعد تبعه. إذا كان أنا ليش ما بدي أتجوز من هيك مواقف. خود جملو شوال. خود هي قنينة العطر هدية مني لمرتك. يا هيك النسوان يا بلا. الله يسلم الإيدين. لا أنت لا تدعي على القصة. لك يا عمي الفرس من خيالة. شو بدك بهالحكي؟ ولك يسلم لي خيالة والله. الله يحييك. اليوم سهرتنا أنا وياك صباحية. إيه شو رأيك نقوم؟ نقوم؟ لك شو نقوم هلا أحلوية السهرة؟ جملو؟ لكن أنت عم تاخذ إجازات من مرتك كمان. بزعل منك خيال المهرة. لا شو هالحكيات بس. يا لطيف فرنسي شو عم يجاني؟ خود خود بسيطة. معي حب أو كثير؟ لا معلش أبو سمرة أنا ما باخذ حب لأنه بربطه لراسي ربط، يعني بعمل له قفله مفتاح. أنا على طول تلاقي لي لحشة شغلة تشد لي إياه وتقفله. إيه على راحتك خليها لبكرة. لكان بكرة؟ كمان بكرة مانك فاضي؟ بسيطة خليها لبعد بكرة. بعد اخي بنحكي مع بعضنا بعدين. بنحكي مع بعضنا خاطرك. لا ما لك شو صار له؟ لا 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 لا. ايه بسيطة يا جميل. صارت الساعة 12 ونص إلا خمسة والأستاذ ما شرف. عامل لي البيت أوتيل لكان بيطلع وبيسهر على كيفه وبآخر الليل بيجي بس لينا. إيه بس بعيدي عن شنبك أنا بورجيك. ها؟ ورجيني شو رح تعمل. الله يمضي الليلة على خير. سكرنا اليوم والله جبر. سنين قافل الباب من جوا
هنو هنو انا جميل جمولتك انا هنو افتحي لي هنو ما راح افتح روح رجع محل ما كنت وين بدي ارجع المطعم سكر بعدين ماني جوعان دور لك على مطعم ثاني فاتح وروح له ماني فاتحه يعني ماني فاتحه هنو الله يرضى عليك افتحي ماني فاتحه يا هنو ما حلوه قدام الجيران ليكي سمير بعت لك هديه شو فيها حلوه كثير طب افتحي شو فيها طلعي بالعين الساحره ليك ليكي ما حلوه ما راح افتح ولا راح طلع هنو الله يرضى عليكي ما حلوه هلا ينزل حدا من الجيران يشوفي واقف على باب البيت وانت ما بتفتحي لي بتشرشح لك طب اطلع علي بالعين الساحره بيشفق قلبك علي اطلع ماني فاتحه يعني ماني فاتحه هذا بيت مو اوتيل اذا كنت جاي بس لك روح دور لك على اوتيل نافي ماني فاتحه هنا الله يرضى عليكي افتحي طب ناوليني بجامتي هنا هنا يا حبيبي ضروري انا كمان فشل صمام الامان اللي فلعت فلق هيك معها وين بدي اروح هلا قول عند اهلي لا شو لعند اهلي امي بتهلكني بالاسئله لا احسن شيء قول عند وسيم هذا كمان ما بيمون على مرته خلو لو قبضاي هلا كنت رحت نمت عنده معناتها ما في خير سمير لا هذا كمان عزابي منفضيع احسن شيء يروح على الاوتيل بس ما بيمنع من محاوله اخيره هلا هلا بطل يدق ليكون راح ايه روح كان تاني مرة يتعلم يشي على الوقت بالضبط لكان ليكون راح يكمل السهرة مع سوي جميل راح جميل شو عملت بحالي أنا شو بدي اقول لك ممكن احكي مع جميل ما اجى جميل ما اجى جميل عمي لسه ما وصل طب عمي اذا بتريد اول ما يجي قول له الباب اللي كان مسكر انفتح اه ما بعرف قال رايح يشوفك بشغله ما بعرف شو هي بس يا عمي سكر انتي ايوه اهلين هنا قصدي اهلين مدام هنا لا 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 ابدا ما في ازعاج بالعكس تمام كنت عم بدعي لله يبعث لي صوت حلو احكي معه بسم الله اليوم كثير كثير ناشفه على الدش ممكن احكي مع مها لو سمحت مها مها نايمه اذا الشغله كثير ضروريه بفيقها يا ريت خير ليش في شيء لا شغله ضروريه بخصوص الشغل ايه طيب ماشي ماشي هلا فيق لك اياها ثواني بس معك هون خير شو في انت اطلع كمل تفقيس بالدش تبعك لا تدفع سماعه ثانيه حاضر خير هنا شو في انا اسفه ما هفياتك من نومك بس مضطره ولا يهمك المهم طمنيني شو القصه جميل يا ابا جميل شو بو ايه الله يصلحك على هالعملة هذا يلي صار لي شو أعمل خايف يكون رايك بالسهرة مع سهيل وبعدين ياخذها على أوتيل هلأ ما عاد فيكي تعملي شي صباح رباح حاولي تنامي وتهدي وتفكري شلون ممكن تلفل في القصة مع جوزك الصبح وزهير لا تفكري فيها هلأ المهم ترجعي جوزك الأول وبعدين لكل حادث حديث
صباح الخير. اهلين مدام. الاستاذ جميل موجود؟ لا مو موجود. شو بقدر اخدمك؟ لا هو اذا حبيتي تخدميني رح تخدميني، ووقتها رح اعطيكي مكافاه كثير محرزه. شو قصدي؟ قولي لي شو بتعرفي عن جميل؟ من اي ناحيه؟ ولو معقوله ما تكوني فهمتي قصدي؟ على كل رح اسالك بصراحه، شو اسامي الستات اللي بيجوا لعند الاستاذ جميل؟ اطمني مدام، ستات من يلي ببالك منهم ما في؟ أنا كنت متأكدة من هذا الشيء، بس ما بعرف. امبارح اتصلت بجميل وحدة اسمها سهير، طلبته وحبت تحكي معه. بتعرفي وحدة اسمها سهير؟ ما بعرف. لا أنا، حاولي تتذكري. ما بتذكر، إجت على المكتب وحدة اسمها سهير. إيه. طيب جميل مطول ليجي؟ قاعدة وقته. ممكن استناه بالمكتب؟ طبعاً، تفضلي. خليكي قاعدة. ما بعرف وحدة اسمها سهير. Lay, lay, lay.